أكيد مشاهدين تواجدنا في المقاهي وأيضا المطاعم لبعض المناقشات لا يخلو من طلب الأطعمة. أكيد حمدة طبعا دائما لما نطلع المطعم لازم عشان تكمل الأحاديث، وطبعا وجود قائمة الطعام يعني ما ألذ وأشهى وطاب طبعا من هذه الأطعمة المتنوعة، وخاصة الأطعمة في بعض الأحيان اللي تكون للأسف غير صحية، بس لازم نطلب ونجرب يعني ونجرب كل ما هو جديد طبعا في المطاعم وأيضا المقاهي. صحيح زينب، قبل ما نطلع على الهواء كنا أيضا ندور مطعم عشان نروح ناكل بعدين. هي هذه بعد فكرة نوعا ما مخيفة بعض الشيء، اللي هي بعض الأطعمة اللي احنا نتناولها كل يوم من الممكن أن تكون ضارة أيضا بصحتنا. بنتحدث حول هذا الموضوع زينب بشكل أكبر، حيث العديد من مشاهدينا من الأطعمة المعروفة بأضرارها على صحة الإنسان، ولكن هناك أطعمة أخرى تناولها بشكل روتيني لا نقتر بأضرارها على صحتنا، حيث تعتبر سامة وخطيرة وتحمل أيضا آثار سلبية. نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا بالاستوديو خبيرة التغذية ولاء شعبان. صباح الخير. صباح النور. صباح الشهد والسعادة. صباح الجمال. أستاذة ولاء، في البداية هناك العديد من الأطعمة اللي نقدر نقول نستخدمها بشكل يومي أو بشكل روتيني، لكن فعلا مو بعارفين شو أضرارها على المدى البعيد أو في المستقبل على صحتنا وأيضا أجسامنا. حابين نتعرف على بعض أنواع هذه الأطعمة. أوكي، يعني عندك مثلا المشروبات الغازية طبعا بتسبب كلها سكر، وممكن تأثر على الكلى، وممكن تؤدي إلى مرض السرطان، وطبعا بتأثر على الصحة بشكل عام. عندك كمان في أكل كتير بناكله في مواد صناعية وكده، فالأكل دوت بيكون طبعا ضار بالصحة بشكل عام، وبيأثر على بيكون في مواد ساعات مسرطنة، ودي برضو بتأدي لمرض السرطان لا قدر الله، وضار بالصحة. طبعا الأكل المتسبك اللي احنا بناكله كل يوم، يعني تحمري الصلصة والدقة خصوصا الأكل العربي، يعني فدوت مضر بالصحة. يعني أحسن تعمليه في الفرن، تعمليه مسلوق مشوي يعني، وممكن حتى تحطي نفس معلقة الصلصة بس ما تكونش محفوظة طبعا، لو طماطم في البيت أحسن. بس صحيح. في النهاية نطبخ يعني كل واحد حسب يعني كيف يحب الأكل، أكيد طبعاً. تختلف يعني طبعاً. حسب الثقافات أيضا وحسب اختلاف الدول طبعاً. حتى أستاذة ولاء ممكن الزيوت أيضا قد تؤثر على عملية الطبخ، وكيف من الممكن أنه هو يتمتع بالفوائد الصحية اللي يجب أن يتمتع فيها، أو من الممكن أن تزيل هذه الفوائد الصحية طبعاً. كلمينا عن الزيوت اللي يجب أن نستخدمها للأطعمة. أوكي، الزيوت طبعا النباتية دي ممنوعة لأن هي بتأثر على الصحة جدا، وبتأدي برضو الأمراض كتير، منها الكلى، منها السرطان لا قدر الله، نبعد عنها خالص. وعلى المدى البعيد أثرها وحش قوي على الصحة، ممكن يعني أمراض المعدة والهضم وكل تعمل مشاكل كتير هضمية. دي الزيوت اللي هي المهدرجة بيتقال عليها. تمام، في حاجة اسمها زبدة الجي باتر اللي هي الزبدة الحيوانية اللي هي بتكون من البقر، دي أحسن زبدة نستخدمها، وده أحسن يعني مصدر للدهون اللي ممكن نستخدمها. طبعا أحسن حاجة برضو الدهون اللي هي من الفراخ واللحمة، يعني مثلا نطبخ الخضار مع لحمته مع فرخته في الفرن مثلا، يعني كل ما كانت الحاجة طبيعية كل ما تكون أحسن. طبعا الجبن والألبان وكده برضو نحاول نبعد عنها، لأن كترها بيرفع الكوليسترول في الدم، وممكن برضو يؤدي لحصاوي في الكلى، لأن الدهون الكتير عامة مش حاجة صحية. صحيح. أستاذة ولاء، الملح اللي طبعا أكيد المعظم أو الأغلب يستخدمه في أكلاتنا وبشكل يومي، ممكن نقدر نقول في وجباتنا الثلاثة اللي هي الفطور والغداء والعشاء، إذا زاد استخدام الملح عن حده كيف يأثر على صحة أجسامنا، وأيضا شو هي الأمراض اللي تحدث مع استخدام الملح بزيادة في وجباتنا الغذائية بشكل يومي؟ أوكي. بيعمل طبعا الملح الزيادة، الملح احنا محتاجينه عشان الملح فيه صوديوم، وياريت يكون ملح الهيمالايا اللي هو ملح جبال، يعني ده أحسن ملح يعني موجود في السوق وبقى سعره كويس. حتى ما كان الأول مجال الخليج يعني أو الوطن العربي كان غالي وكده، دلوقتي لا بقى أسعاره كويس، فده أحسن ملح. الملح عامة بصفة عامة ممكن يعمل احتباس في المية، وده بيأثر طبعا على الكلى، وممكن يؤدي لحصاوي في الكلى ومشاكل هضمية كتيرة.
ايضا استاذه ولاء، في الان احنا نشوف في اسواقنا بشكل جدا كبير قسم كامل عن الاكلات الاورجانيك، كل شيء صار ممكن ان هو يصنع بالطريقه الاورجانيك، هل فعلا هي اهم وتهتم بفوائدها الصحيه بشكل اكبر، او ان هي فكره نوعا ما مغلوطه؟ احنا ما يجب ان احنا نتجه بكل الاطعمه الغذائيه انها تكون اورجانيك، يعني حتى في الكتشب وفي كل الاغذيه كانت اورجانيك، فهل فعلا هي يجب ان احنا نطلع اليها او ولا هي لا تشكل اهميه كبيره؟ بصي انا بالنسبه لي اورجانيك يعني انت بتشتري من مزرعه معينه مش من السوبر ماركت، لان من السوبر ماركت محفوظ اصلا الحاجه، فازاي هتبقى اورجانيك؟ انا مش مقتنع قوي ان السوبر ماركت بيبيع اورجانيك يعني، فانا مقتنع ان انت لما تروحي تشتري من الفارم طبعا احسن ان تكون حاجات مش مرشوشه ومش داخل فيها عوامل يعني مواد صناعيه، طبعا كل ما رحنا للطبيعه اكتر يعني يكون احسن. فاكره زمان يعني ما كانوش بيتخانوا اصلا وكان صحتهم كويسه وكل حاجه، لان هم كانوا من الاشياء الطبيعيه والزراعه كانوا بياكلوا من الارض يعني. أكيد أستاذة ولاء، نروح شوي لعشاق القهوة والكافيين، في بعض الأشخاص تشرب القهوة بزيادة ممكن أكثر من مرتين أو ثلاث مرات وتشوف إنه ما تشكل خطر، لأنه يقولك في النهاية هذه قهوة مع حليب، لكن حابين نعرف أيضا ما هي أضرار الكافيين اللي تكون يعني تظهر فيما بعد في المستقبل على الصحة وعلى الجسم؟ عايزة أقولك حاجة، أنا من محبي القهوة جدا يعني يعني بعيش على القهوة والدارك شوكليت دي بالنسبة لي حياتي يعني، تمام؟ بس لازم يعني ماكسيمم يعني كوبايتين في اليوم. القهوه بتعمل برضو ديهايدريشن يعني بتمتص الميه، بتعمل جفاف، الجفاف ده ممكن يؤدي لحصاوي في الكلى وبرضو مشاكل كبيره قوي يعني، فحاجه مش كويسه. احنا عايشين على القهوه الصبح والظهر كل اوقات الحمد لله، صارت اليوم ترفع ضغط الدم كمان. لا بس ممكن تعمل مشاكل في القلب يعني كترها. بصي يعني انت القهوه مفيده، الكوكو يعني عامه حاجه مفيده بس لغايه نسبه معينه، بس في اشياء من الممكن انها تقوم بمعالجه هذه المشاكل، يعني مثلا انا ما اعرف هذا الموضوع، ولكن هل قيامنا بالرياضه او ادخال الرياضه في نظامنا الغذائي من الممكن ان الصحي عفوا من الممكن ان هو يصحح من انظمتنا الغذائيه الخاطئه، او ان لا يؤثر عليها بالطريقه الكبيره؟ يعني هل شربنا القهوه بشكل كبير في اليوم مع ممارستنا للرياضه من الممكن هو يخفف خطر الاصابه بامراض القلب مثل ما انت ذكرتي؟ الرياضه مهمه جدا طبعا، ولازم يعني لازم نعمل رياضه كل يوم، وطبعا الرياضه اصلا بتعمل يعني ديتوكسيفيكيشن يعني بتطلع السموم من الدم. طبعا القهوه اذا زادت عن حدها بتبقى سموم في الدم، طبعا هتقلل الاضرار الصحيه، ولكن مش هتقللها بنسبه كبيره، لان انا شخص مثلا مؤمن بال 80 20 اللي هي 80% اكل يعني نظامك الصحي و20% تلعبي رياضه وكده، يعني حتى عشان تضعفي عشان تحافظي على وزنك وكده، فلازم اهم حاجه نظامك الغذائي للمحافظه على الصحه اكيد، ومع الرياضه طبعا. فعلا الرياضه طبعا لازم نخليها روتين او شيء مهم في حياتنا، حتى ممارسه التمارين البسيطه، مش لازم مثلا نروح الجيم او يعني تكون الرياضه بشكل مكثف، ممكن تكون يعني نص ساعه 40 دقيقه في يومنا عشان ايضا نحافظ على صحتنا. لكن استاذه ولا احنا كيعني بالغين نقدر نسيطر شويه على موضوع الاكل، لكن الاطفال امامهم يعني العديد من المغريات، المشروبات الغازيه، الشيبسات، السويتات، الشوكليت، كيف نقدر نوجه الطفل او نصحح القليل من نظامه الغذائي عشان ما ياثر عليه مستقبلا؟ طيب مبدئيا الشوبينج ما يبقاش فيه يعني شيبس وحاجات كتير صناعيه وكده، يعني طبعا لازم تجيبوا بس بنسب معينه، يعني انا مثلا مع اولادي بقول لهم ليكم مثلا مره مرتين في الاسبوع حاجه شيبس او كده، ما بحرمش حد يعني من حاجه، بس يعني البيت عامه عشان نمشي على نظام غذائي البيت نفسه لازم يكون الاكل اللي فيه صحي، يعني تفتحي الثلاجه تلاقي فيجيتابلز وفروتس، هو كمان يفتح مثلا درج اللي فيه الحاجات الحلوه يلاقي مثلا نوتس،
يلاقي حاجات مفيدة تكون تنفعه يعني. صحيح. أيضا أستاذة ولاء، ذكرتي في بداية الحديث أن إحنا يجب أن نبتعد عن الزيوت النباتية لأنها ممكن أن تكون مضرة بصحة الإنسان، ولكن هناك الكثير من الأنظمة الغذائية الحديثة اللي اتجه إليها بعض الناس وهي النباتيين، اتجهوا إلى الزيوت النباتية والأكل النباتي، حتى الأكل اللي هو اللحوم ولكن مصنعة بطريقة نباتية، موجودة حتى في المطاعم ودخلت في منيوهات المطاعم. كلمين أكثر عن هذا الموضوع، الأنظمة الغذائية النباتية شو تشكل من فائدة وأيضا ضرر على جسم الإنسان؟ لا، الأنظمة النباتية ما في نوعين، اللي هي مثلا لو نسبة الكربوهيدرات عاليت اللي هي النشويات عاليت بتكون ضارة بالصحة، يعني يكون فيها رز كتير، مكرونة كتير، خبز كتير، دي بتكون ضارة يعني. لكن مفيدة من حاجة تانية، ان انت الخضار والالياف الطبيعية دي بتعالج الجسم وبتعالج الانسجة وبتعمل حيوية في البشرة وبتدي طاقة، لا مفيدة جدا من النوع من الموضوع دوت، وطبعا بتدي صحة اكتر وبتدي طاقة للرياضة بقى عشان نلعب رياضة. صحيح. أستاذة ولاء، أكيد في بعض الأشخاص مثلا يخافوا يمتنعوا مثلا عن أكل الحلويات أو المشروبات الغازية أو أيضا شرب القهوة، ويسألون أنفسهم ما هي البدائل أو الأطعمة اللي تكون بديلة للأطعمة فعلا اللي هم يحبونها مو بقادرين يستغنون عنها، شو هي البدائل أو الأطعمة اللي نقدر نستعيض فيها بدلا من هذه الأطعمة اللي ممكن تكون ضارة علينا في بعض الأحيان؟ طيب يعني مثلا الشوكولاتة، الشوكولاتة بدل ما تبقى دارك تبقى باللبن تبقى دارك شوكولات، لأن الدارك شوكولات فيها نسبة كاكاو أكتر ونسبة السكر فيها أقل، فلما نسبة السكر أقل ناخد الفوائد بتاعتها لأن هي مفيدة جدا للقلب، الكوكو عامة مفيد للقلب، دي حاجة. تاني حاجة مثلا يعني طبعا السكر أهو يعني والشوكولاتة مش كلام، الفواكه مثلا عنب فيه سكر كتير بس في النهاية حاجة مفيدة وكده، موز، دي بدائل كتيرة. طريقه الطبخ نفسها زي ما قلت لكم تبقى صحيه، ناكل نفس الاكل يعني بدل ما هناكل رز بدل ما نقليه ونحمره ونحط فيه كميه حاجات تديله كالوريز كتير وتتخن وتنصح وكده، نخليه مثلا مسلوق في يعني البخار كده يعني. أيضا وهناك الكثير حقيقة من الأنظمة الغذائية الرائجة في المجتمع، في هناك الكيتو دايت، في هناك الصيام المتقطع، البحر المتوسط، في الكثير من الأنظمة الغذائية الجديدة. لو تكلمينا أستاذة ولاء عن أفضل واحد من الممكن نحن نتبعه ولماذا وكيف يشكل لأهمية لجسم الإنسان؟ أنا يعني أنا مع النظام الصيام المتقطع، لأن الصيام النظام المتقطع عامة مفيد للصحة كمان زي الصيام يعني بتاعنا كمسلمين، يعني بينظف الجسم، بينظف الأمعاء، بيعمل حاجات، الأمعاء دي موتور الجسم، فبالتالي لما الجسم الأمعاء بتتنظف كده الجسم بيشتغل أحسن وبيعمل برضو تنظيف للسموم من الجسم. فده الصيام المتقطع ليه فايدتين، إن هو بيخسس وكمان بيخلي بيحافظ على الصحة. أما الكيتو دايت بيخسس بس ليه أضرار كتير، بيأثر على الكلى، ممكن لو حد عنده مشكلة في الكلى كمية البروتين اللي بياخدها دي ممكن تأثر على الكلى، كمية الدهون دي بتأثر على الكلى، وتعمل حصاوي على المدى البعيد، حتى لو هو ما عندوش مشكلة for the current period يعني بعدين هيبقى عنده مشاكل كبيرة. أكيد. أستاذة ولاء، في بعض البنات توجهوا الآن ممكن نقول مثل الموضة طلعت عندهم إن يسوون العصير الأخضر، يحطون فيه المكونات الخضراء الموجودة عندهم في الثلاجة ويشربونه، يقول لك عشان أضعف وعشان أيضا يعني تمتنع عن الأكل، وممكن أيضا لأنها تمارس رياضة وحابة شوية ينزل من الوزن. ما أهمية أو فوائد هذه العصائر وشو ممكن المكونات الصحيحة اللي يتم استخدامها؟ طيب انت عندك مثلا البقدونس، البقدونس يعني مشروب سحري، بقدونس مع الليمون مثلا او البقدونس مع الجنزبيل مشروب سحري للتخسيس يعني تمام، وتنظيف الجسم من السموم، وبينظف بيعمل بيقلل المياه من الجسم، يعني بينزل المياه الزياده اللي في الجسم بينزلها البقدونس مع الجنزبيل.
مثلا اي حاجه خضراء عامه مفيده لتنظيف الجسم من السموم. ايضا في من الاشياء اللي كانت رائجه حقيقه الان وفي هذه الفتره اللي هي شربنا للماء والليمون في بدايه اليوم. في بعض المواقع تقول ان يجب ان يكون الماء بارد، وفي مواقع تقول يجب ان يكون الماء ساخن، لكن اصلا الليمون او الحمضيات كثرتها في بدايه اليوم من الممكن استاذ ان يسبب بعض القرحه في المعده. كلمينا اكثر عن هذا الموضوع، هل هي فعلا مفيده وكيف من الممكن نحن نستخدمها بحيث ان هي ما تشكل ضرر على اجسامنا؟ احنا ممكن المية، لا مفيدة جدا، يعني هي اصلا من ضمن الحاجات اللي بتعلي الحرق، المية بليمون الصبح مع جنزبيل ممكن، وممكن قرفة كمان، دي بتعلي الحرق جدا. بس في حاجة ان انت اي حاجة بتزيد عن حدها زي ما بيقولوا بتتقلب ضدها، فانت ما تقعديش على مدى بعيد تفضلي يعني. جربي معدتك، لو حسيتي بحرقة في معدتك يبقى في مشكلة في يعني لازم توقفيها. استاذة ولاء، المعلبات والاكل المعلب يتوجه الاكثر يعني لشراء من السوبر ماركت او مجمعات الموجود فيها او متوفر فيها المواد الغذائيه لسهوله عمل، يعني بعض الاحيان تجيبين الاكلات المعلبه ومكتوب خلاص يعني سهله التحضير، سريعه التحضير، ما تاخذ وقت، يعني اذا زادت ممكن تكون 5 دقائق. شو اضرارها؟ ان في ناس تجهل اضرارها، يقول لك خلاص معلب وهذا صحي وخليني اكله بسرعه بسرعه عشان اروح الدوام، لكن شو الاضرار او شو المسببات ايضا الصحيه من هذه المواد المعلبه؟ برضو دي حاجات فيها مواد حافظه وفيها ألوان صناعية وفيها يعني أي حاجة فيها مواد حافظة ألوان صناعية بتأدي لأمراض كتير، من ضمنها برضو زي ما قلنا أمراض المعدة والكلى والسرطان طبعا. يعني أي حاجة مش طبيعية نحاول نبعد عنها، يعني نحاول نروح للخضرة للفواكه، حتى لو هنطبخهم يعني ما فيش مشكلة. يعني الرز برضو مش حاجة وحشة بس كميات قليلة، الاكل الطبيعي اللي ربنا خلقه هو ده احسن حاجه يعني. دي تشكل ممكن تشكل بديل لهائل هذه الاشياء المعلبه، لكن استاذه ولاء في الكثير مثل ما نقول احنا لما نتكلم عن الضرر اللي يتشكل من الانظمه الغذائيه في جسم الانسان، دائما ما تطلع الى النظام الغذائي الخاطئ او الصحه والرياضه، لكن ما نتطلع الى الجانب الطبي من الموضوع، هناك الكثير منا يعاني من امراض قد تسبب له السمنه وقد تسبب له بعض الأخطاء في جسمه. بتناولنا لبعض الأدوية اللي هي للجلدية وللتجميل من ممكن أن تشكل أيضا ضرر على جسم الإنسان، كلمينا عن الجانب مثل ما نقول الصحي والطبي من هذا الموضوع، ليس كل الأخطاء تأتي من الأنظمة الغذائية. لا مش فاهم السؤال. في الكثير منا من الممكن انه يتناول ادويه قد تسبب له السمنه، احنا دائما لما نتطلع الى موضوع السمنه نقول انه هو ياكل الاشياء الضاره، ولكن احنا ما نعرف انه من الممكن ان يعاني من مرض معين، فكلمينا عن الامراض التي قد تسبب اخطاء في جسم الانسان مثل السمنه مثلا. يعني عندك في فيتامينات مثلا، في ناس بتاخد فيتامينز ملهاش لازمه، يعني انا في والله عندي واحده صاحبتي يعني اعرفها فيتامين دي بي سي كل الفيتامينات، ايوه كل الفيتامينات تاخدها تمام، هي عندها اقتناع داخلي ان هي كده يعني هتبقى تكون هيلثي او صحيه. صحيه لا، انت لو ما عندكيش ديفيشنسي او ما عندكيش نقص في فيتامين معين ما تاخديهوش. اكيد يعني. طبعا استاذه ولاء، اكيد ولاء شعبان خبيرة التغذية نورتينا في هذا الصباح، وشكرا على هذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله نتمنى أنا وحمد وجميع المشاهدين أن نتبع نظام غذاء صحي ونبتعد عن الأكلات اللي تضر بأجسامنا وصحتنا. ميرسي، شكرا لكم، يعطيك العافية.